نظم حجر الحد الصحي مسرحية فكاهية اجتماعية توعوية بعنوان كلنا مجتمع واعي لخدمة المتطوعين وضيوف الحجر، والتي بادر بتقديمها عدد من الفنانين البحرينيين وسط التزام جميع الحضور بمبدأ التباعد الاجتماعي حفاظا على السلامة العامة. الآن اليوم عندنا مسرحية اجتماعية فكاهية يقدمونها نخبة من الفنانين البحرينيين، ما شاء الله تبارك الله، نخبة من الشباب اللي يبقون يوصلون رسالة للمجتمع على أساس أنهم ينتبهون حق التباعد الاجتماعي، عن تبليغ عن الأعراض اللي خاصة بالكورونا، في نفس الوقت إحياء شيء من الفكاهة حق ضيوفنا اللي موجودين في الحجر. ممكن يوصل رسالة بسيطة في الحجر الحد الصحي بحيث أنها تكون لها هدف معين، اللي هو توعية المجتمع بما يخص اللي هو الكورونا. كلنا مجتمع واعي، يقدمها فنانين، نخبة من الفنانين البحرينيين لتقديم الدعم المعنوي والنفسي للمتطوعين في حجر الحد لقرابة وصول ما يفوق 3 شهور اليوم احنا في الحجر، وهذا يعطي الطابع التوعوي النفسي ايضا للمتطوعين في خدمة بلدهم، والاحترازات والاهتمام ب القوانين واللوائح والإرشادات من فريق البحرين المقدمة للمجتمع والمواطنين كعامة في مملكة البحرين. احنا سعيدين جدا بهاي المشاركة مع اخواننا المتطوعين في حملة مجتمع واعي قيادة ولي العهد مع فريق البحرين، فخورين بهالمشاركة، وعملنا سكتش بسيط نحب نوجه فيه رسالة حق المجتمع، نستعرض فيها النماذج في المجتمع، مثلا المستهتر بالكورونا اللي وايد موسوس، اللي يستغل الظروف والاوضاع هذه. هذه التجربه ما بتكون تجربه عاديه بالنسبه لنا، لان هذه راح تاثر في كل شخص ممكن قاعد يمر في هذه الازمه، تحديدا شلون احنا كممثلين او احنا في هذا المجال الاعلامي شلون ممكن ان احنا نساهم باي قدر ممكن نساهم، وشنو اللي ممكن نقدم في هذه اللحظه. طبعا المسرحيه جميله وتوعويه، استفدنا منها، اعطتنا حافز، واستفدنا منها ان نستمر في خدمة هذا الوطن ونبذل اقصى جهد عدنا لما ان شاء الله البحرين بجهودنا بجهود كل المتطوعين تعدي هذه الازمة على خير. الحمد لله عندي الدافع ان اتم اتطوع الى فترة يعني لا نهاية، الى فترة لا نهاية لما نصير ان شاء الله زيرو كورونا.